مرحبا بيكم في المحاضرة رقم 7. المحاضرة دي بناء على رغبة البعض منكم أن تكون باللغة العربية، ودي من المحاضرات المهمة اللي احنا هنتناول فيها موضوع الـ Defuzzification، أي زي ما احنا ذكرنا قبل كده Defuzzification معناها أن أنا بحول من Fuzzy Quantity، من كمية مبهمة. الكمية المبهمة دي بعبر بيها من خلال نطاق من الأرقام، من قيمة صغرى لقيمة قصوى، من مينيمم لماكسيمم. بقوم بتحويل النطاق اللي من الأرقام دوا اللي هو الخاص بالفازي كوانتيتي، بحوله لأبسليوت كوانتيتي أو أبسليوت فاليو، لقيمة مطلقة. القيمة المطلقة دي عبارة عن قيمة واحدة فقط بمثلها، ودي من الحاجات المهمة جدا، لأن أنت بعد ما بتبني الموديل بتاعك وبتعمل له فازيفيكيشن، أي بتحول القيم المطلقة لقيم مبهمة من خلال نطاق من الأعداد، محتاج أنت في النهاية بعد ما بتحل البروبلم بتاعتك إن أنت تعكس الموضوع ده، أي إن أنت بتعمل دي فازيفيكيشن، أي بتحول من القيم المبهمة لقيم مطلقة. وأخدنا المرة اللي فاتت 7 طرق لتنفيذ العملية دي. في المثال ده احنا ان شاء الله هنطبق ال7 طرق. هو هنا في المثال ده مديك 2 ممبرشيب فانكشن A1، ومديك الممبرشيب فانكشن التانية A2. الاتنين ممبرشيب فانكشنز دول الاتنين واخدين شكل شبه منحرف ترابيزويد. اللي بيحصل أول خطوة إن إحنا بنعمل عملية دمج للتو ممبرشيب فانكشنز وفقا للنطاق اللي متحدد هنا على الـ Z أكسس. في الخطوة بعد بقوم بعملية الدمج، أدي الممبرشيب فانكشن الأولانية A1 ودي الممبرشيب فانكشن التانية A2. بدمج الاتنين دول مع بعض في الشكل دوة. الخطوة اللي بعد كده قبل ما أبدأ أطبق ال7 طرق بتوعي، بمسك إزاي أطلع المعادلة اللي بقدر أوصف بيها الممبرشيب فانكشن. أنا عندي الممبرشيب فانكشن الاتنين مع بعض بعد ما عملت لهم دمج، الحدود بتاعتهم عبارة عن خطوط مستقيمة. عندي الخط A11، الخط A12، الخط A21، الخط A22، الخط A23. في خط هنا واقع في الـ overlapping area، في المساحة المشتركة ما بين A1 و A2. الخط ده نظرا لأنه لا يمثل لي حدود الـ two membership functions، بالتالي ده أنا بهمله. طيب نبدأ نحط معادلات الخطوط المستقيمة دي للتذكرة. ازاي بحط انا معادلة خط مستقيم؟ انا عندي الخط المستقيم ده بيبتدي بنقطة اولى وبينتهي بنقطة تانية. النقطة الاولى الاحداثيات بتاعتها هي هنا بالنسبة للخط A11 عبارة عن 0 و0 في النقطة الاولى، والنقطة التانية هنا الاحداثيات بتاعتها اكس واي بتاعتي فين؟ عبارة عن 2 وعبارة عن 0.7. طب اجيب معادلة الخط ده ازاي؟ انا عندي البيانات بتاعتي 0 0 و2 و0.7. حط المعادلة البسط فوق الواي ناقص الصفر والاكس ناقص الصفر، دول هنا بيمثلوا نقاط النقطة الأولى. تعالى كده نبص على النقطة التانية، 0.7 اللي هي تمثل الواي اللي في البسط ناقص الواي بتاعت النقطة الأولى، الواي بتاعت النقطة التانية ناقص الواي بتاعت النقطة الأولى، وتقسمهم على اكس بتاعت النقطة التانية ناقص اكس بتاعت النقطة الأولى، دي هتبقى 2 ناقص 0. من خلال الكروس مالتيبليكيشن المقص بتاعك هتضرب الواي ناقص صفر في ال2 ناقص 0 وتساويهم بالاكس في 0.7. جبنا معادلة الخط المستقيم. اللي هي y بتساوي 0.35 في الاكس، حيث ان 0.35 تمثل الميل بتاع الخط.
نبدأ نشوف الخط اللي بعده A1 2. A1 2 ده خط مستقيم مالوش ميل، فبالتالي الواي على طول بتساوي 0.7. الخط A1 3 قلنا هنا not needed. ليه؟ لأن ده لا يقع على حدود الـ membership functions. الخط A2 1 اللي هو دوه، أيوة، أبص على نقط البداية والنهاية. نقط البداية 2 0 ونقط النهاية عبارة عن 3 و1. حط معادلة الخط المستقيم بتاعك، هيبقى y-0 على x-3. x-2، جبنا الأرقام دي منين؟ أنا عندك هنا النقطة الأولى الواي بصفر، والنقطة الأولى الاكس باتنين. تعال نبص هنا على التانية، النقطة التانية في الجزء ده، بناخد النقطة التانية ناقص الأولانية، يبقى 1 هنا بالنسبة للواي ناقص 0 بالنسبة للواي 1، وبعدين هنا الاكس بتاعتك 3 ناقص الاكس بتاعت النقطة الأولى اللي هي 2. اعمل كروس ملتبليكيشن، هيبقى الواي في 1 بتساوي اكس ناقص 2 في 1. حط المعادلة بتاعتك، واي بتساوي اكس ناقص 2، حيث الكوفيشن بتاع الاكس هو الميل بتاع الخط، الخط ده ميله ايجاب موجب، ناقص 2 اللي هي تمثل ايه عندي هنا؟ نقطة الالتقاء بتاعت الخط ده، ولما اعمل اكستنشن ليه واخليه يتقاطع مع الميو. اعمل انت اكستنشن هتلاقي نقطة الالتقاء عند ناقص 2. خش على الخط اللي بعده، A2 2، حيث الستريت لاين واي بتساوي 1، تمام. A2 3، عندك النقاط 4 1 و6 0. حط الستريت لاين واي ناقص 1 على اكس ناقص 4، واي ناقص 1 على اكس ناقص 4 بتساوي 0 ناقص 1 على 6 ناقص 4. جت منين الارقام دي؟ امسك النقطة الاولى، الواي بتاعتك بواحد والاكس بتساوي 4، وهنا هيبقى الواي التانية بزيرو ناقص الواي الاولانية بواحد، وهنا الواي الاكس التانية بستة ناقص الاكس الاولى باربعة. اضرب واي ناقص 1 في 6 ناقص 4 وساويها باكس ناقص 4 في 0 ناقص 1. حط معادلة الخط، اعمل نوع من تهذيب للمعادلة بحيث تخلي الواي في الليفت هاند سايد في الجانب الايسر، هتلاقي ان واي بتساوي ناقص نص اكس زائد 3، حيث ان النص اكس ده يمثل ميل الخط المستقيم، هنا الميل بسالب وبقيمته ناقص نص، وزائد 3 هو لما انت تيجي تعمل اكستنشن للخط ده هتلاقي نقطة الالتقاء مع الخط بتاع الميو عبارة عن عند نقطة 3. كده احنا جبنا جميع معادلات الخطوط المستقيمة اللي قدامنا، A1 1، ايوة، وA1 2 مظبوط، وA1 3، A1 3 تمام، وA2 2، وA2 3. عرفنا جميع معادلات الخطوط دي، اقدر بعد كده اطبق القوانين الموجودة في السبع طرق عشان اعمل عملية الديفازيفيكيشن. نخش في الخطوة اللي بعد كده، في حاجة مهمة هنا عاوزين نبينها، النقطة دي أساسا ما كانتش معرفة ليا، نقطة الالتقاء ما بين الخط A1 2 وA2 1. أنا لو رسم الرسمة تو سكيل بدقة طبعا أقدر أجيبها من شكل السكيل وأقيسها بالمسطرة، بس أنا الأفضل ليا إن أنا أحلها أناليتيكالي. أجيبها إزاي؟ إحداثيات النقطة دي، أنا عارف إن واي بتساوي 0.7، لكن معرفش زد بالظبط بتساوي كام. طب اجيب النقطة دي ازاي؟ ان انا بكل بساطة بحل معادلتين في مجهولين، معادلة الخط A1 بحلها، معادلة الخط A1 2 بحلها مع معادلة الخط A2 1. نقطة الالتقاء هي دي اللي انا بجيب منها قيمة الزد.
طيب نحط كده المعادلة الأولى y بتساوي 0.7 أوكي y بتساوي 0.7 وبعدين معادلة الخط ده وبجيبها من المعادلة اللي أنا جبتها في السلايد السابقة اللي هي y بتساوي x minus 2. Combine the two equations together ناخد المعادلتين دول نحلهم مع بعض عوض ب y بتساوي 0.7 في المعادلة التانية هتطلع إن ال x بتاعتك عبارة عن 2.7 ال x بتاعتك ب 2.7 تمام كده أنا جبت كل البيانات اللي أنا محتاجها أبدأ أدخل في تطبيق السبع طرق بتوعي. الطريقة الأكثر شيوعاً في الاستخدام السنترويد ميثود. السنترويد ميثود قالك الـ defuzzified value z star عبارة عن التكامل بتاع الممبرشيب فانكشن اللي قدامي. مقصود بالممبرشيب فانكشن هنا ان كل الممبرشيب فانكشنز مع بعض بتعامل معاها على اساس ان هي ايه common membership function واضرب في زد دي زد يعني انا بعمل التكامل لكل للممبرشيب فانكشن بس بضرب في النهاية في زد. طبعا الممبرشيب فانكشن دي بعبر بيها ازاي؟ بعبر بيها بمعادلات الخطوط المستقيمة اللي قدامي مع وضع حدود التكامل بتاعتك امتى الخط يبتدي وامتى ينتهي وهكذا بالنسبة لكل خط بعد ما بيحصل له كسرة هنا عند بعد ما بيبدأ يغير وضعه. يعني الكلام ده في النموريتور فوق في البسط بالنسبة للمقام نفس المعادلة اللي فوق بس اللي بيحصل هنا ان انا ما بضربش في زد. طيب للتبسيط والتيسير هناخد النموريتور لوحده والدينومينيتور لوحده ونبدأ نحل ده لوحده وده لوحده وفي الآخر نقسمهم على بعض نطلع قيمة الزد ستار. تعالوا كده نمسك البسط الأول هنجد نمسك جزء جزء فناخد الجزء الأولاني اللي هو A11 الحدود بتاعتي من 0 لغاية كام هنا؟ الحدود لغاية كام بالنسبة للزيت لغاية 2 يبقى من 0 ل 2 معادلة الخط دوا عبارة عن 0.35 في زد واروح كمان ضارب كمان في الزد اللي في القانون هتبقى زد سكوير فبالتالي التكامل من 0 ل 2 تمام من 0 ل 2 في معادلة الخط 0.35 زد في كمان زد دي زد. الجزئية اللي بعديها اللي هو الخط دوا حدودك فين من 2 لغاية نقطة الالتقاء اللي احنا لسه جايبينها ل 2.7 دي الحدود من 2 ل 2.7 معادلة الخط دوا 0.7 في زد تمام دي زد مظبوط. خش على الجزء اللي بعده اللي هو الخط دوا الخط ده معادلته فين هي معادلة الخط A21 بس حدودك منين لفين من 2.7 ل 3 يبقى من 2.7 ل 3 والمعادلة عبارة عن زد ناقص 2 لكن هنضرب في زد هيبقى زد سكوير ناقص 2 زد دي زد. الجزء اللي بعده اللي هو الخط A22 معادلة الخط ده هو A22 على طول بتساوي الزد بتساوي 1 والواحد مضروبة في الزد هيبقى زد دي زد. آخر جزء في الممبرشيب فانكشن ممثل بالخط A23 A23 تحط المعادلة على طول اللي انت لسه جايبها في السلايد السابقة هيبقى ناقص زد على 2 زائد 3 وهتضرب في الزد اللي في القانون مع وضعية حدود التكامل من كام من 4 لغاية 6 دي زد. عوض بالحدود بتاعتك في المعادلة تمام من 0 ل 2 من 2 ل 2.7 من 2.7 ل 3 من 3 ل 4 من 4 ل 6 حل جبري بعد ما بتعوض بحدود التكامل الأولاني ناقص الثاني بعد التعويض بهذا الشكل لغاية ما بتوصل لقيمة البسط فوق طلع بكام ب 10 بوينت 9775 يبقى إذا البسط فوق طلع ب 10.9775. هنمسك
نفس الخطوات اللي اتعملت في البسط هنعملها في المقام ان احنا مش هنضرب في زد، مش هنضرب في زد. فاخد حدود التكامل من 0 ل 2 في المعادلة على طول من غير ما تضرب في زد، 0.35 زد دي زد، وبعدين من 2 ل 2.7، وبعدين من 2.7 ل 3، وبعدين من 3 ل 4، وبعدين من 4 لغاية 6. حل الكلام ده بنفس الأسلوب اللي فات، الفرق إن إحنا ما ضربناش في زد، طلعنا قيمة المقام تحت كام؟ طلعناها بـ 3.445. هتاخد أنت البسط على المقام، هتاخد 10.98 على المقام تحت الدينومينيتور بـ 3.445، هتطلع بـ 3.187. يبقى إذن بعد ما استخدمنا السنترويد ميثود زد ستار بتاعتك طلعت بكام؟ طلعت بـ 3.1 اللي هو عند النقطة دي بالتقريب، دي هنا قيمة الـ defuzzified value. طيب الطريقة اللي بعد كده center of sums method. center of sums method بيحصل ايه هنا؟ بص على القانون بتاعك، زد ستار في البسط فوق في تكامل، زد بار في السمشن من كي بتساوي واحد لغاية ان، الممبرشيب فانكشن ميو سي كي دي زد، حيث ان زد بار هي النقطة اللي في وسط قاعدة الممبرشيب فانكشن. يعني بالنسبة للممبرشيب فانكشن ايه واحد اللي هي الاولانية دي، الزد بار عبارة عن 2 لان الاتنين نص من 0 ل 4، وبالنسبة للممبرشيب فانكشن التانية ايه 2، الزد بار عبارة عن 4 لأن 4 تقع بالظبط في منتصف المسافة اللي هي من 2 ل 6. علشان تحل السمشن ده انت بكل بساطة بتاخد المساحة بتاعة كل ممبرشيب فانكشن على حدة. هنا عشان دي ترابيزويد، القانون الترابيزويد بتاعك عشان تجيب المساحة بتاعة الترابيزويد هو نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. طيب نطبق الكلام ده، نبص هنا في البسط فوق، نص مجموع القاعدتين يبقى نص في 4 اللي هي القاعدة اللي تحت زائد 1 القاعدة اللي فوق، الارتفاع بتاعك ده كام؟ 0.7. أضرب الكلام ده في زد بار اللي هي ايه هنا، نص القاعدة اللي تحت عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2. تمام، يبقى نص 4 زائد 1 في 0.7 اللي هو الارتفاع في المسافة اللي في النص اللي هي 2. طيب تعال نبص كده الممبرشيب فانكشن التانية، هيبقى نص في 4 زائد 1 ادي 4 زائد 1 في الارتفاع بتاعك 1، ايوه في 4 اللي هي المسافة اللي في النص. تمام، نقسم الكلام ده على تحت في المقام، الفرق ان مفيش تحت زد بار، فهناخد نفس المساحات اللي خدناها بس حضرتك مش هتضرب لا في 2 ولا في 4 اللي هي زد بار اللي بتمثل نص المسافة بتاعت القاعدة اللي تحت. تمام، شوية حسابات جبرية هتطلع في الاخر ان زد ستار عبارة عن 3.176. طيب center of largest area method، الطريقة دي هيحصل فيها ايه؟ الطريقة دي اول حتة فيها ان انت هتعمل مقارنة ما بين المساحة الاولى والمساحة التانية، الحد الفاصل بتاعك هو عند نقطة الالتقاء، النقطة دي بالظبط بتاعة two membership functions. طيب النقطة دي احنا اساسا عرفنا احداثياتها من المرة اللي فاتت، اللي بيحصل عشان تحط حد فاصل ما بين اريا واحد واريا اتنين تيجي عند النقطة دي بتعمل اسقاط، تعمل projection بالخط الداش لاين دوا، هيقف هنا عند 2.7. يبقى حضرتك هتجيب مساحة الاريا واحد وده الحد الفاصل، ومساحة الاريا اتنين ابتداء من هذا الحد الفاصل. هو بديهيا كده لو احنا رسمين تو سكيل من النظرة الأولى معروف إن اريا اتنين هتكون هي أكبر من اريا واحد، لكن احنا علينا إن احنا نثبت الكلام ده أناليتيكالي على الورق، نعرف أنه الاريا أكبر وبتساوي كام، على أساسها بعد كده ندخل في الخطوة اللي بعد كده.
طيب اريا واحد نحسبها ازاي بعد ما حطينا الحد الفاصل؟ مش اريا واحد هي برضو عبارة عن ترابيزويد؟ طيب الترابيزويد ده نجيب مساحته ازاي؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، يبقى نص 2.7 زائد 0.7، دي القاعدة اللي فوق 0.7 لأن دي بتتراوح المسافة من 2 ل 2.7، فيبقى طول القاعدة اللي فوق 2.07 في الارتفاع بتاعك اللي هو 0.7. تمام، يبقى نص مظبوط، ادي القاعدتين زائد الارتفاع، يبقى قيمة مساحة اريا 1 عبارة عن 1.19، يبقى قيمة مساحة اريا 1 عبارة عن 1.99. اوكي، اريا 2، اريا 2 هنا بقى ظهرت حاجة جديدة. انا عندي ادي اول ضلع، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ده لا يمثل ترابيزويد. طب احنا عاوزين مساحته، فهنعمل ايه؟ هنروح مقسمينه حتتين، الحتة الأولى اللي هو الشريط الرفيع ده هنا ترابيزويد، بالإضافة بعد الحد ده المخطط لغاية الآخر ده عبارة عن ترابيزويد تاني. فأنا هقسم الأريا 2 لـ2 ترابيزويد وأجيب المساحات بنفس القانون. طب هتلاحظ أنت الترابيزويد الأولاني ده عاوزك تبص له من الجنب علشان تقدر تجيب المساحة. ما تبص لهم الجنب دي هتعتبرها القاعدة الأولانية اللي هي طولها 1، ودي القاعدة التانية اللي هي طولها 0.7، والارتفاع بتاعك هو بالظبط المسافة الصغيرة دي اللي هي بتتراوح من 2.7 ل 3 اللي هي بقيمة 0.3. فتعالى كده نجيب المساحة، هيبقى نص مجموع القاعدتين اللي هو 1 زائد 0.7، نص 1 زائد 0.7 تمام، في الارتفاع بتاعك اللي هو 0.3. هتجمع المساحة بتاعة الترابيزويد التاني هتبقى نص 3 زائد 1، 3 زائد 1 جت منين؟ من 3 ل 6، ادي طول القاعدة اللي تحت زائد 1 اللي هي القاعدة اللي فوق في 1 اللي هو الارتفاع بتاع الترابيزويد. تجمع الاتنين دول مع بعض هتطلع الاريا 2. طبعا الاريا 2 زي ما هو متوقع من الشكل هتبقى اكبر من اريا 1. طيب بعد ما عرفنا ان اريا 2 اكبر من اريا 1 هنعمل ايه هنا؟ هتبدأ تطبق بالظبط نفس طريقة السنترويد، نفس طريقة السنترويد، هتمسك انت فقط لاريا 2 الحدود بتاعتك وتاخد القانون بتاع السنترويد، تاخد معادلة كل خط مستقيم على حدة وتضرب في زد وانت في البسط وما تضربش في حاجة وانت في المقام. حط الحدود من 2.7 ل 3، ايوه تمام، ومن 3 لغاية 4، اوكي، ومن 4 لغاية 6. حط نفس المعادلات اللي جبتها واقسم تحت على المقام، بس الفرق هنا تحت مفيش الزد، تمام، عوض بحدود التكامل، اوكي، وحل جبريا المعادلة بتاعتك لغاية في الآخر هتطلع ان زد ستار عبارة عن 3.945. جبنا زد ستار بالطريقة اللي فاتت اللي هي اللارجست اريا ميثود. ندخل على الطريقة اللي بعد كده، المين ماكس ميثود. مين ماكس ميثود ان انت عشان تجيب زد ستار بتاخد تشوف اعلى حاجة هنا موجودة فين الماكسيمم بالنسبة للممبرشيب فانكشن الاولى. الماكسيمم هنا عند 0.7. طيب 0.7 دي بتقع في انهو نطاق؟ بتقع من اول 2 لغاية 3، من 2 ل 3. طيب المين فاليوم بتاعت من 2 ل 3 النص بتاعها فين؟ عند 2.5، هتحط 2.5 زائد نفس المين فاليو بالنسبة لأعلى قيم في الممبرشيب فانكشن التانية. طيب الأعلى قيم بتتراوح من 3 لغاية كام؟ لغاية 4. المين فاليو هتبقى عند كام؟ عند 3.5. يبقى هنا تجمع 2 3.5 وتقسم على مجموع على عددهم دول عشان 2، فتقسم على 2 عشان عندك هنا 2 membership functions، يبقى قيمة زد ستار في الحالة دي هتطلع ب 3.
first of maximum و last of maximum. شوف انت الماكسيمم للاثنين ممبرشيب فانكشن ده فين. بالنسبه للاثنين ممبرشيب فانكشن الماكسيمم بيتراوح من 3 ل 4، فيبقى الفيرست اوف ماكسيمم البدايه عند 3 واللاست اوف ماكسيمم النهايه عند 4. الويتد افريج ميثود الطريقه دي مش هينفع نطبقها، لان الطريقه دي تطبق فقط في حاله السيمتريكال ممبرشيب فانكشن. احنا هنا عندنا الاثنين ممبرشيب فانكشن، لو جيت اقسمهم في النص هلاقي اليمين غير الشمال، فبالتالي دي السيمتريكال ممبرشيب فانكشن، وبناء على هذا ما اقدرش اطبق الويتد افريج ميثود. الماكسيمم ممبرشيب فانكشن ده بالظبط اعلى خط عندك فين، بس نظرا لان اعلى خط هنا بيتراوح من 3 ل 4، فبالتالي الزد ستار بتتراوح من 3 ل 4. كده احنا بينا السبع طرق، في طريقه واحده هنا ما قدرناش نطبقها، وقلنا السبب ان دي اسيمتريكال ممبرشيب فانكشن. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره دي، دي من المحاضرات المهمه، لان دي خطوه اساسيه في اي فازي سيستم عندك. الفازي سيستم بتاعك ده بعد ما بتعمل الفازيفيكيشن عشان تمثل الموديل السيستم اللي قدامك، تعمل له موديلنج، محتاج انت في النهايه انك تتعامل مع قيم مطلقة، فعشان تتعامل مع قيم مطلقة لابد تقوم بعملية التحويل دي. التحويل ده بيتم بإحدى هذه السبع طرق اللي انتم شفتوها، عشان تحول من فازي كوانتيتي، من كمية مبهمة بتعبر بيها بنطاق من الأرقام، إلى كمية مطلقة تو كريسب كوانتيتي، أبسوليوت كوانتيتي، أو كلاسيكال كريسب كوانتيتي، بقيمة عددية واحدة تعبر بيها عن الـ variable اللي انت طلعته. بشكركم، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نتقابل المرة الجاية. تحياتي.